قالت أم المؤمنين من الطرائف والكلمات الجميلة لا يعني، قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة بعد ماتت. بتغير منها شنو؟ بعد ما ماتت عائشة رضي الله عنها ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فذكرها ذات يوم وكان لا يمل من ذكرها من ثناء عليها. أول ما يذكرها لا يمل من الثناء عليها. قالت فقلت لقد أبدلك الله من كبيرة السن. الكبيرة دي الله بدلك منها لأنه تزوج عائشة صغيرة، تزوجها عمرها 9 سنوات. قالت والله غضب غضبا حتى وقع في خلدي يعني في قلبي، قلت اللهم، تدعو في الله، اللهم إن أذهبت عني غضب رسول الله لا أعود إلى ذكرها. والله تاني ما أطرأ إلا بخير، بس ما يغضب مني. قالت فقال لها النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد واستني بمالها حين منعني الناس وآوتني حين طردني الناس ورزقني الله منها الولد وحرمتموه مني. بلا شوف الكلام ده شديد كيف. قالت عائشة رضي الله عنها فغدا وراح علي بها شهرا، شهر كامل يمشي ويجي يذكر لي الموضوع ده قدر ما نشوفه. تاني يفتح لها السيرة تقول لها خديجة خديجة كدي وخديجة كدي. ده يا اخواننا قمة في الوفاء.